بفضل الله دخلنا البلاد بواحد الاستقبال رائع وصراحه الله يجعل البركه في سيدنا. الصراحه طلع منا واحد التسهيلات اللي اصلا جبرناها لا من ناحيه الاثمنه ولا وقع انخفاض فيه ولا من ناحيه الاستقبال اللي جبرناها في المطار، يعني جبرنا واحد الترحيب كبير وخصوصا في هذه المدينه تطوان اللي انا اول مره كنهبط فيها، لان دائما كنت كنجي على طنجه ولكن تطوان هذه اول مره، واول طياره اللي تعدلت من بروكسل لتطوان لان يعني كانت كاينه من لياج، وحسيت بواحد الفرق اللي هو اصلا هذه مدينتي خلقت فيها وتربيت فيها ومهم واحد الشعور اللي ما كيتصورش صراحه الله، وزعما ديك الضغط اللي كنا عشناه في ديك اللحظات اللي حنا بقينا تما ديك الفتره، ولكن في هذه اللحظات هذه اللي كنزلوا فيها يعني كنساو ديك الشيء كامل اللي كان. الرسم ديالك في ارض المغرب فرحه يعني ما كتصورش، احنا دائما المغرب اللي كنزلوا فيه دائما كيكون واحد الشعور دائما مختلف، المغادره ديالو كتكون صعيبه والدخول ديالو كيكون دائما فرحه، وخصوصا ملي كيكون انسان عنده وليدات وعنده عائلته هنايا، يعني هذه اول حاجه اللي كيحس بها هو ديك الفرحه اللي كيدخل بها المغرب. مدخن بزاف واعر. رحبوا بينا بزاف تبارك الله، وحنايا دابا ثلاثة النوبات كنقلب نجي للمغرب، وكل مرة كتكون شي حاجة ما نقدرش نجيو كيسدوا المغرب ما نقدرش نجيو، ولكن هاد الأحداث صدقات لينا وجينا عند بلادنا، راه توحشنا بلادنا ماشي نورمال فرحان. راه دابا بشحال هادي حنا ما جيناش بلاد. على سلامتك. عودي نينا ما كاين لا اسبانيا ولا والو، كلشي مازلنا هنا ان شاء الله. ارض الوطن كيفاش حسيتي؟ لا الله يودي هادي بلادنا احنا فيها كبرنا وهادي ما نساوهاش، واخا نعملوا واخا نوليو قداس ما ولينا تما، هادي هي بلادنا احنا، هادي احنا ما عندنا نجيو لهنا ما نقدروش ما نجيوش. الرسالة ديالك للمهاجرين اللي باقيين تما؟ لا ماجي كلشي ماجي ان شاء الله، كلشي ماجي. احنا برجي كاع عندنا دابا شهر 6 وشهر 7 ما كاينش الطيارة شدوا، كاين حتى شهر 8 عاود كلشي عامر تبارك الله، كلشي عامر ملي فتح سيدنا المازال كلشي عامر، حتى الكيران غادي يعمروا ان شاء الله الباطو كلشي غيعمر. هذا مطار تاريخي، هذا مطار تاريخي عنده سنين مع الاستعمار، هو كيخدم غير عسكر، دابا عاد ولا كان عمل سبته كان كيعمل سبته كيعمل، دابا عاد ولا الحمد لله قصي. الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم، انت كتعرف اللي كاين ما حتاش نقول لك، هما هذوك الجهاله من دائما. انا علاش كانوا عندنا هنا ولاد برعاه هما هذوك، ما عندنا ما نعملوا لهم. كنجي ولكن هذه كانت مره شويه سبيسيال، لحقاش كانت واحد الحفاوه الاحتفال ديال اللقاء، استقبلونا بالدقه المراكشيه وداك الشيء كان زوين حقا زوين. كيفاش كتشوف التدخل ديال صاحب الجلاله؟ كان في المستوى الحمد لله، هذا الشيء كنا كنتظروا منه صراحه، صافي كنا كنتظروا منه والله يطول عمره بارك الله فيه. Autant de dimensions qu'aujourd'hui, non seulement pour l'accueil qu'on nous a fait, et puis le bonheur et la joie de retrouver notre pays enfin, ça fait vraiment... Bon, vous voyez mon temps, vous comprenez, je n'ai pas besoin de vous expliquer plus. En tout cas, je vous remercie pour votre accueil, et alhamdulillah, les jeunes bledna, à la khair, au bikhair. بخير الحمد لله، استقبال مزيان وجينا مزيان الحمد لله. الجاليه الحمد لله كلها فرحانه بهذا الكرة ديال صاحب الجلاله، كل شيء فرحان الحمد لله. فرحان ملي نزلتي في ارض الوطن باش حسيت؟ كنا متوحشين لارض الوطن، دابا عامين انا ما جيت الحمد لله، دابا انا في ارض في البلاد فرحان بزاف. هذه الارض ديالنا، الوطن ديالنا، التراب ديالنا، ومكره وفرحانين جينا لهنايا، اللهم لك الحمد. هذا الارض ديالنا صاحبي، ما كرهناش الشعب كامل يكون بخير، واللي تما حتى هو يجي. انا ما يضرني حالي يبقى بنادم تما لين وما يجيش هنايا. الحمد لله الملك عطانا واحد الثمن رخيص، نجيو اخي نجيو للمغرب، ارضنا ووطننا. Thank you.
Bonsoir.